احمد عبد العزيز امين عام حركه صحافه ضد الانقلاب. الهدف من الوقفه النهارده تاتي بمناسبه مرور عام على مجزرتي الرابعة والنهضه والمطالبه بالقصاص لشهدائنا الصحفيين وكل شهداء مصر في هذه المذابح، وكذلك المطالبه بالافراج عن زملائنا المعتقلين، خاصه ان بينهم كبار سن ومرضى مثل الزميل احمد عز الدين والزميل مجدي احمد حسين الذي اجرى عمليه قلب مفتوح، وكذلك الزميل ممدوح الولي. ايضا توصيل رساله الى مجلس نقابه الصحفيين ان تعاونوا معنا واتحدوا معنا من اجل القصاص لزملائنا وزملائكم، من اجل الافراج عن زملائنا وزملائكم، لان هذه هي مهمتكم الاولى، الدفاع عن حريه المهنه، حريه الصحافه وحريه الزملاء الصحفيين. أنا النهاردة موجودة بطالب بحرية أحمد سبيع، بطالب بالإفراج عنه فوري، وبجدد إن الصحافة مش جريمة وإن الصحفيين مش متهمين، وقانون النشر أصلاً بيمنع حبسهم، القانون بيمنع حبس الصحفيين في قضية النشر، وهو أصلاً تهمته نشر أخبار ومواد إعلامية، فأنا بأكد على إن الصحافة مش جريمة. الصحفيين لا ينبغي اتهامهم او حبسهم. واليوم نحيي هذه الذكرى بوقفه احتجاجيه على سلم نقابه الصحفيين وذكرى زملائنا الصحفيين الاربعه الذين قتلوا في الاحداث، وتوالت الاحداث بعدها وقتلوا سته اخرين، اصبح مجموع حصيله القتلى من زملاء الصحفيين 10 زملاء على يد قوات الجيش والشرطه منذ تلك الاحداث. واليوم طبعا ندين موقف مجلس نقابة الصحفيين المتخاذل الذي لم يقدم أي شيء اتجاه أي فتح باب تحقيقات ضد هؤلاء المجرمين الذين قتلوا زمايلنا الصحفيين. طبعا ولدينا عدد كبير ما يقرب أو أكثر من 40 زميل آخر تم اعتقاله داخل سجون الانقلاب، زملاء صحفيين منهم من تم وتعرض للتعذيب داخل سجون الانقلاب. وطبعا لدينا حالات كثيرة عديدة غير زملائنا الصحفيين الذين تم اعتقالهم لأكثر من 40 حالة، والعشرة الآخرين الذين تم قتلهم على أيدي قوات الشرطة والجيش. لدينا آخرين حالات كثيرة منذ تلك الأحداث، منذ الانقلاب العسكري الذي تم منعهم من الكتابة داخل جرائدهم، وداخل منهم من انفصل من مؤسساتهم الصحفية، ومنهم من يتعرض من منعه للسفر.